دلوقتي بقى نروح مع حضراتكم لفقرة المنصوري مع مروة رخا، واللي هتكون معانا يوم السبت والتلات من كل أسبوع. النهاردة مروة رخا هتتكلم عن جدول الطفل الشاطر في علم المونتيسوري. صباح الورد، اهلا بيكم في حلقه جديده من مونتيسوري مصر. النهارده احنا هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، هنتكلم عن جدول الطفل الشاطر. ايه جدول الطفل الشاطر دوت؟ ده معروف بكذا اسم، معروف باسم خرائط تعديل السلوك، ومعروف باسم behavior chart، ومعروف باسم جدول المهام المطلوبه من الطفل. ملخص الجدول ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن جدول. جدول ده أول خانة فيه عبارة عن المهام اللي مطلوبة من الطفل: يغسل وشه، يغسل إيديه، يرتب سريره، يصلي، يذاكر، يقعد ساكت، ما يعملش دوشة، يلعب بحاجة معينة. دي المهام اللي مطلوبة من الطفل. بقية الخانات عبارة عن أيام الأسبوع، وكل يوم الأم بتروح جايبة طفلها وتبتدي تحط له نجوم أو تحط له وشوش مبتسمة أو تحط له علامات جنب كل مهمة من المهام اللي أنجزها. في نهاية الأسبوع بيعملوا مجموع ويشوفوا مجموع النجوم أو مجموع الوشوش المبتسمة أو مجموع أي حاجة هو بعايزها. وبعدين الكلام ده كله بيترجم إلى هدية، خروجة، فسحة، مكافأة أو أي حاجة بنتي. جدول تعديل السلوك دوت زي ما انتوا عارفين من اسمه كده ان الهدف منه علاج مشاكل سلوكية الام بتعاني منها مع طفلها، مثلا ان هو ما بيذاكرش، ان هو ما بيرتبش سريره، ان هو مش بيساعد في شغل البيت وهكذا. الجدول ده نهج المونتيسوري مكشر له تكشيرة فظيعة، مكشر تماما، مكشر رفضه اخر حاجة. الحالة الوحيدة اللي جدول تعديل السلوك مقبول فيها ومسموح بيها هي حالة الأطفال اللي عندهم ADHD اللي هو فرط الحركة ونقص الانتباه. الأطفال اللي بيتم تشخيصهم بالمشكلة دي هم بس اللي مسموح لهم يستخدموا الجدول بتاع الطفل الشاطر أو خرائط تعديل السلوك. طب ليه؟ إيه الفرق بينهم من أي طفل تاني؟ قالك إن الطفل اللي متشخص طبياً، مش متشخص كده من المدرسة في المدرسة، طبياً عند دكتور ان هو عنده ADHD، عنده مشكلة جامدة جدا، ان هو ما بيعرفش يدوس فرامل، ما بيعرفش يتحكم في نزعاته، ما بيعرفش امتى يوقف نفسه عن حاجة هو عايز يعملها او حاجة مش المفروض يعملها. علشان كده الطفل ده الطريقة الوحيدة اللي يخلوه بيها يتصرف صح انه يحطوله حافز خارجي، لان الحافز الداخلي عنده مش شغال. دي الحالة الوحيدة. طب بقية الأطفال، الأطفال التانيين اللي هم ساعات بيعندوا وساعات بيسخفوا وساعات بيقولوا لأ وساعات بيكسلوا، الأطفال العاديين، ليه نهج المونتيسوري رفض الخرايط دي عشانهم؟ تعالوا ما أقول لكم، ورقة وقلم بقى. بص، أول حاجة، جميع الأعمال اللي مطلوبة من الطفل واجبات عليه، يبقى ما يستحقش عليها مكافأة. يعني هل أنا عشان طلعت النهاردة وجيت لكم عشان أصور هقعد في بيتي أستنى من كل واحد فيكم مكافأة؟ لا، فأنا جاية، ما ده شغلي. يبقى لو أول حاجة إن الأعمال اللي مطلوبة من الطفل دي أعمال أساسية لا يستحق عليها مكافأة. أدي نمرة واحد. نمرة اتنين، لما أنا أربط الواجبات الطبيعية في حياة الإنسان بالمكافأة يبقى أنا كده بقتل من جواه الحافز الخارجي، الحافز ان انا عايز اقوم واعمل اللي ورايا. ملخصها، اعمل اللي ورايا، ان انا ابقى عارف اللي ورايا وعايز اعمله. يبقى انا مش هتحرك من مكاني الا اذا هتعاقب او هتدوني حاجه. يبقى انا كده الحافز اللي جوه الانسان اللي بيخليه عايز ينتج واللي بيخليه عايز يبدع واللي بيخليه عايز يشتغل قتلته. تعالوا نشوف لأ كمان ليه. مع الوقت، ودي بقى انتوا هتعانوا منها شخصيا، مع الوقت الحافز الخارجي دوت اللي هو المكافأة، الخروجة، الفسحة، الهدية، ايا كان الحافز الخارجي، بيتحول الى رشوة، رشوة مقننة.
يبقى ده معناها ان انا برشي الطفل عشان يتحرك مكانه، برشي الطفل علشان يشتغل. ده انا بعلمه الرشوه، ده انا بعلمه اعمل كذا عشان اديك كذا، خلص كذا عشان تاخد كذا. والمشكله ان اللي مطلوب منه ده حاجات اساسيه مش اضافيه. الكارثه مع الوقت الحافز الخارجي ده هيتحول الى اتاوه. يبقى الاول كان رشوه وبعد كده هيبقى اتاوه. انا مش هذاكر غير لما تجيبيلي كذا، انا مش هحل في الامتحان الا لو قلتيلي انك هتوديني في الحته الفلانيه، انا مش هخلص اكلي غير لما تشتريلي الشوكولاته. يبقى ده ما بقاش حافز، ده بقى اتاوه، بقى سيف متسلط على رقبتي اني لو ما عملتوش طفلي هيفضحني، طفلي هيجرسني في كل حته. اتاوه. ومع مرور السنوات تعالوا نشوف بقى الطفل ده لما هيكبر هيبقى ايه. هيبقى تمبل، تمبل زومبي ما بيتحركش. لو اشتغل في وظيفة هنلاقيه الموظف اللي بيؤدي أقل القليل عشان ما يترفدش، لا هيكون مبدع ولا هيكون متحمس ولا هيكون منتج. وأول شرط بيشترط في تعيين أي حد في أي وظيفة يقول له أنت إيه؟ سيلف موتيفيتد. سيلف موتيفيتد يعني عندك دافع من جواك. فاللي بيستنى الدافع من بره ده بيواجه مشاكل كتيرة جدا 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 في حياته المستقبلية، بيعاني. طيب الحل إيه؟ تعالوا أقول لكم نهج المونتسوري حلها إزاي. قالك أول حاجة إن إحنا عندنا لما بنتعامل مع الطفل ما بنتعاملش معاه من النهاردة، دي الطفل ده شخصيته النهاردة عبارة عن تراكمات لشخصيته قبل كده لتربيتي. فده معناها أول حاجة إن أنا من الأول بشيله مسؤولية من الأول خالص، من وهو عنده سنة ونص مسؤوليتك يا كوكو إن أنت لما توقع حاجة تنظفها، من أول وهو عنده سنتين مسؤوليتك يا كوكو تحط الحاجات جوه الغسالة وتطلعها بعد ما تتغسل وتنشرها على الحبل. سن سنتين يقدر يعمل ده، سن سنتين ونص يقدر يمسك المكنسة وياخد لي البيت لفة، سن 3 سنين يقدر يعتني بالحيوانات الأليفة ويرتب معايا السرير، سن 4 سنين ده له مهام. إحنا عندنا طفل بيشيل مسؤولية وفخور بالمسؤولية وعايز يشارك وحاسس بدوره. يبقى أول حاجة إن أنا أربي طفل على شيل المسؤولية، لكن إن أنا أدلعه 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 الحافز الداخلي هيموت. تعالى أقول لكم كمان في إيه. من أعوامه الأولى بشجعه على الاستقلال، يعني كل ما يحاول يمد إيده في حاجة أديله الفرصة، عايز يمد إيده ويقطع بالسكينة أعلمه إزاي، عايز يمسك المقص ويقص بيه أديهوله، عايز أي حاجة أنا في ظهره، أنا بساعده، أنا بشجعه على الاستقلال وتحمل المسؤولية اللي اتكلمنا عليها. وبعدين مع الوقت كل ما هو يكبر يتعلم مسؤوليات أكتر، وبدل ما أنا كل حاجة يعملها برافو هايل وأقعد أحكي لكل الناس على البرافو الفظيعة، إن أنا أسأله سؤال واحد: فخور من نفسك؟ مبسوط من نفسك؟ راضي عن نفسك؟ مبسوط؟ حاسس بالفخر؟ يبقى أنا كل ده بوجه انتباه الطفل لجواه. أهم حاجة الطفل حاسس إيه من جواه. وبعدين نهج المونتسوري في المطلق كده مانع كل المكافآت تماماً، لكن بيشجع إن أنا أمدح السلوكيات الطيبة. إيه السلوكيات الطيبة؟ أمدح الصبر، أنا مبسوطة منك إنك صبرت على ده لحد ما خلص. أمدح المحاولة، أنا مبسوطة منك إن أنت حاولت. أمدح التدريب، أنا مبسوطة إن أنت بتتمرن وبتتدرب وبتتعلم. أنا مبسوطة إن أنت ما زهقتش، أنا مبسوطة إن أنت فكرت. شفتوا المدح يبقى إيه؟ مش برافو ومش الله عليك ومش أنت أحسن حاجة في الدنيا ومش أنت ذكي ومش أنت قمر. الصفات والسلوكيات اللي أنا عايزاها تبقى جزء من شخصية الطفل هي دي اللي أنا أمدحها. ومش لازم كل ما يعمل حاجة أعلق، ما أنا ممكن أبتسم دايماً، بتسمع لكم كده ابتسامة لطيفة، أنا مبسوطة منك، وهو هيعرف في عيني نظرة الرضا. أما هيعمل حاجة ويبص لي وهزله راسي كده يعرف إن هو ده. الكلام دوت بيكون من بداية خالص ميلاد الطفل وبيكبر معاه لحد ما بيوصل لمرحلة في المونتسوري اسمها نورماليزيشن. إيه النورماليزيشن دي؟ يعني الطفل يبقى متحمس من جواه، عنده حافز خارجي، قادر إنه يشعر بالفخر وبيحب يشتغل وفخور بشغله.
كده احنا خلصنا الجدول بتاع الطفل الشاطر، خرائط تعديل السلوك. بخ، ما تعملوهاش، هتأذي الطفل وهتحوله لطفل مش تمام، لمراهق سخيف، ولشخص بالغ متنبل. صباح الورد.